يا هلا، مساء الخير. ولطيفه نور الحته كلها. اي حته؟ انت النور. نور ايش طال عمرك؟ الله يخليك ويسلمك. شكرك على الدعوه، كل الشكر لك. متشرف. الله يسلمك. البيت بيتك. الله يسلمك. والمكان مكانك. الله يبارك. اكيد. حياك. تفضل. شنو الرابط بين احمد مبارك وهذه الاسواق الشعبيه؟ محرق. الله. محرق. احنا نقول محرق وطن. شنو ينقصنا الحين عشان نشوف سعدون مره اخرى؟ انا ما اقصد عن سعدون الشخصيه، شخصيه لا. لا نفس العمل مره اخرى، نيران مره اخرى، فرجان الاول مره اخرى. انتاج. انتاج. لا انتاج موجود. اذا ذي الوجوه المسرحيه، الوجوه المسرحيه، النجوم موجودين، الممثلين موجودين، النصوص موجوده. اذا واقف على بابكم والهان ومزين، اسال عن اللي سال وحبوبي الصغير. يعني انا اليوم ما تتخيل سعادتك كبرها. ولطيف انت تعرف معزتك في قلبي. الله يسلمك بلا شيء. وقبولك الدعوه صراحه يعني لي الكثير والكثير يا ابو لطيفه. والله اشوق لك يا شيماء. انا اسمي اشترى دائما سندريلا الشاشه. الله يخليك. دائما انا ما ادري ليش اذا اشوف الشاشه اتذكر سندريلا دائما. بس والله انا ادري بمعزتي، ولو ما ادري بمعزتي عندك كان يعني الظروف اللي كنت فيها يعني كانت صعب ان انا اقبل الدعوه اليوم بالذات يعني. مشكور. لكن انا ان شاء الله قلت لا، ان شاء الله نخلي شويه الظروف نتعداها شوي ان شاء الله. لطيفه. وان شاء الله يعني هذه القعده تكون خفيفه ولطيفه وندردش فيها وناخذ منك الاشياء الحلوه اللي احنا دائما تعودنا من احمد مبارك لما يظهر على الشاشه في لقاء ولا مسرح ولا دراما. شخصيه دائما تكون مميزه، عندك كاريزما خاصه، مختلف، تدري عن هالشيء ولا لا؟ الحمد لله. يقولون لي الحمد لله. يقولون لي الحمد لله. وانا طبعا انا احب لقاءاتي معك لان يعني دائما ليش؟ لان دائما تكون طريقه خفيفه بسيطه. احب البساطه شويه ولا منتهي اللي من غير ما تدري. هذه الميزه الكاريزما اللي عندك يعني واللقاء. الله يخليك ويسلمك. المسرح ولا التلفزيون ابو لطيفه؟ الاثنين صراحه. صدق والله الاثنين عشق. وكل اللي يعني كل لميستي يعني طعمه وجوه. طعمه وجوه ما شاء الله. من 91 تخيل فريق الاعداد ما شاء الله، لا اله الا الله، اللهم زد وبارك. قاعدين يحاولون قد ما يقدرون ما يحصرون الاعمال بالسنوات حسب الضيع. لطيفه شنو شعورك من 91 لليوم؟ اكثر من 60 عمل. انا ضاعت عندي انا اضيع الحين. انا والله ناسي يعني يمكن ما نقول النص، يمكن ثلث الاعمال ناسي، سواء مسرحيه وتلفزيونيه. يعني انا طلب مني من فتره ان ادون الاعمال، المسرح بروحه، السينما اشوى لانه قليل متذكره، لكن التلفزيون والمسرح. فكتبت اقول بعد عندي ما عندي شيء. لما اعطيت الشخص هذي قاعد هو اللي يقول لي، ويمكن هو اللي يضيف وزيد، هو اللي يضيف يقول لي كذا 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 كذا. قلت والله ان بعضها ناسيها، ويمكن احنا غلطان ذاك الوقت ما قاعدين نوثق يمكن. صحيح. اول باول شيء ما اي اول باول. احمد مبارك من الشخصيات اللي لما انا اجيب اسمك، مع ان الناس يمكن ما يعرفونك برا الشاشه، بس الكل اجمع على انه ترى احمد مبارك، خصوصا اللي اشتغلوا معاك، احمد مبارك اللي تشوفونه في الشاشه هو نفسه اللي في الحياه اليوميه. انا بتكلم شويه عن هالجانب. انت هل انك تتعمد تكون طبيعي بلطيفه، ولا هاي فعلا شخصيتك وانت فعلا على سجيتك؟ الحمد لله هذه شخصيتي انا وحتى ما ادري الناس تقول. لذلك انا يعني بالعكس انا ما لا يعني هو جميل ان الانسان يكون طبيعي، يعني سواء نقول قدام الكاميرا او فوق المسرح او برا المسرح او ورا الكاميرا. انا احس بشعور جميل لما اكون مع يعني على بساطه في قعده، والله في عزيمه تكون على بساطه جدا. يعني حتى يعني في حياتي، في روحاتي، في حياتي، وايد احب الاماكن البسيطه هذه. يعني حتى ام لطيفه مظلومه وياي، يعني شلون؟ نادرا ما اشجعها واقول لها يلا نروح مجمع، يلا نروح تروح ويا البنت زينب، بروح وياك. تبين تروحون وياي؟ امشي سوق محرق، امشي القصريه. شنو الرابط بين احمد مبارك وهذه الاسواق الشعبيه؟ محرق. الله. محرق.
محرق احنا نقول محرق وطن بالنسبه لي يعني وطن بالنسبه لي في وطن صح. محرق وطن في وطن مثل ما تفضلتي. فما ادري يمكن احنا يعني معروفين يمكن هالمحرق يقول لك حتى يقولون يعني هالمحرق اذا يطلعون من مثل اسمك اذا طلعوا من المحرق يموتون اسمك لما تطلع من البحر. هذه يعني مقوله. وانا احس روحي يعني انا حتى يعني الاماكن اللي اروحها الاماكن اللي اقعد فيها الناس اللي كلها ببساطة احب اقعد مع الشياب اللي في محرق الشياب اللي في الميالس صح. احب الميالس الشعبيه العاديه جدا. ذكرت الميالس أكثر من مرة في كلامك، ذكرت العزايم، ذكرت القعدات، أصدقائك ولطيفة، ربع المدرسة ما زالوا موجودين؟ في جزء منهم، في ما زالوا، ولما نقعد كأن احنا أيام الفصحى، تخبرين هو الأشياء والسوالف تصير ما بين التلاميذ الأول، أزيد شيء في الفصحى أو ما بين الحصص، صح. فلما نقعد مع بعض الحين ما زلنا الذي كأن احنا حين في الفصحى. تؤمن أن أصدقاء المدرسة ما يتغيرون ومستحيل ينسون ان اللي قدامهم هو نفسه كان الطالب في يوم من الايام؟ يعني انا مثلا اذا كان مع ربعي لا اسولف عن الشغل، لا اسولف عن التلفزيون، يعاملوني معامله شيماء اللي كانت معانا في المدرسه بالضبط، وما نعرف غير ذيك الشخصيه اللي كانت لابسه المريول، يعاملونك نفس هذه المعامله بلطيفه. بالضبط، انا حتى لما يلاقوني يعني لما يلاقوني ساعات في ناس بعضهم من فتره وفتره طويله تلاقي احمدوه يقولوا لي احمدوه اللي ايام المدرسه. في ناس ما شاء الله تبارك الله وصلوا مناصب معاي في المدرسه نسمع يقولون يعني عنهم انه شويه مو من التلاميذ لا يعني شويه صامت مثل ما بالشعبي مثل الشعبي صامت او ماخذ على روحه. بالعكس لكن لما التقي انا معاهم اردت ترجع ايام المدرسه ويكون جدا بسيط وجدا عادي وحتى الاسم مثل ما قلت لك يعني ما في رسميات صح. اي نعم. فاتوقع انه يعني العلاقه اللي في المدرسه الصداقه اللي في المدرسه مع التلاميذ ايام كنا تلاميذ وايد لها تاثير. من صغرتك بلطيفه اثناء التحضير حق هذه الحلقه والاعمال اللي كنا نشوفها نطلع عليها لاحظنا شغله ان انت تلبس الشخصيه هي جماد مثل ما نقول احمد مبارك يضيف فيها ويغير عليها. في عندك طقوس تسويها لما يجيك الورق لما يجيك الناس؟ اي والله انا اول ما لان اقرا احاول قد ما اقدر اطلع شيء يعني من اقول يصلح له لكن في المقابل اتحفظ شوي في البدايه لان انت ما تدين بالمخرج شنو يبي او الكاتب يمكن بس انا احس فاحاول في البيت حتى يعني قدام المنظره اذا في شيء بسويه في الوي او لازمه مثلاً او اذا في الوي في اسويه لكن اروح واروح واقعد يعني انا اقول هاي المري المخرج اتساءل هل يبي مثال اعطيك مثال من المثال من الامثله في نيران الشخصيه اللي كل حبها في نار. نعم هي طبعا الشخصيه المحببه لي من بعد سنتور في سعدون هذه الشخصيه هي عقب هذه الله يسلمك انا كنت في 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 نيران قريت ومعاي الله يرحمه اخوي وصديق دربي الفنان علي الغرير ابو خالد الله يرحمه ويغمد روحه الجنه اي كان الله يسلمك كنا احنا اثنين فانا تخيل معي لان انا اعرف صح ابو خالد وعارف الذي لكن حسيت احنا اثنين مثل ما يقولون خبلان بس ماري هل علي بيسوي شيء لكن علي عنده سالفه الرقي الحاب انا ما عندي شيء فقلت ابى اسوي شيء في وجهي يعني شيء تعبير حركه في وجهي شنو اسوي فرحت عند قدام المنظر اسوي شيء ليه ما اعرف شلون كذي حق البرطه من الله يساعدكم صراحه يعني انا اللي عارفه ان نيران عمل خذ شهور فالله يعينك الله يعينك يعني فعلا احسك تعبت حتى شخصيتك في مسلسل سعدون كانت تتطلب نعم حركات الجسد والصوت اي والله فجيت الله يسلمك اول مشهد بصوره اول احنا اقول مري الحين فقلت احنا خبلان لكن لازم اكيد واحد شوي مو اثنين فلات نكون يعني صح إيه علي مثل ما قلت عنده حركه على الاقل في الحب انا شو اسوي فقعدنا انا وعلي الخرير والله يذكره بالخير الاستاذ الكبير الاستاذ القدير احمد يعقوب المقلة المعلم احنا نسميه فقاعد نقرا يلا اقرا وهو يسمع فلاحظ علي وانا اقرا اسوي الحركه ذي
كذي انزله واقعد يطالع او شيء عبالي شيء يعني بس انا يقول لي يعني يقول لي انت شو تسوي؟ قلت له ما ربي يعقوب انا يعني قلت حركه يعني حق اللي يقول شلون يعني قلت له يقول لك يلا اعتمدناها إيه حلو لدرجة صرت عقب لما عرض المسلسل أجلس ويا العيال بناتي لطيفة وشيخة كانوا ذاك الوقت صغار يعني وهم لطيف الله يسلمك نشوف المسلسل بالليل أنا قاعد أطالع الحين أطلع أنا لا شعوريا أنس اللي معاي سجي تي والله هذه من كثر ما هذا المسلسل فيه مشاهد والله العظيم يا أبو لطيف مو عشان أنت موجود أنت تعرفني الكلام اللي أنا قاعد أقوله لك أقوله لك قدام الكاميرا وراه نعم بلا شك الكاركتر اللي جسدته حضرتك ورحمة الله عليه أبو خالد أنا كنت أنتظر هاي المشاهد وإحنا البيت كلنا كنا ننتظر هذه المشاهد اللي في القهوة في السوق في القهوة بالضبط أنا لازم كنا ننطر نسمع أنت والفنان إبراهيم البنكي كان معاكم في القهوة أجواء كانت أجواء القهوة أجواء الفريج أجواء القهوة يعني كانت غير نعم صحيح ولطيفة بنسولف أكثر بنتكلم عن الدراما الحين الدنيا الحين شلون صايرة في قعدتنا الثانية جاهز؟ توكل على الله حياك ولطيفة بنسولف أكثر خصوصاً إيه؟ أنا من زمان ما شفتك أي والله أنا اليوم ياي والوقت لكم تفضل وشنو ذي؟ شي بارد كذي سرسح إنك مو بس بتسولف بتغني نخل داخل ما عليه علشان كذي يعني. سرسح إيه. ونركز هيا الله thank you what is this something nice something okay يلا no problem شكرا حياك لطيفة من 91 إلى الآن ما شاء الله والعمر كله يا رب أكثر من 65 عمل لازم في عمل قريب لقلب أحمد مبارك لا تقول لي كلهم نفس الشيء هالجواب ذي أنا لا كمذيع ما أحبه لا هو مو نفس الشيء بس أول شيء أنت تقولين أكثر من 65 طبعاً ما بين مسرح وتلفزيون طبعاً يعني مسرح وتلفزيون وسينما بس ممكن لما تسألين ممكن الأقرب العمل اللي دائماً الناس تتجه حق التلفزيون يعني الأعمال التلفزيونية أنا ما بكون مثل ما قلت لكن البداية لازم أقول فعلًا إحنا في يعني في بداية يعني حياتنا الفنية لما بدينا في الدراما طبعًا الكل يدري إحنا بدينا صح من خلال يعني المسلسلات المنفصلة البيت العود فرجال الأول حزا والدار إني من جهة ثانية الكلمة الطيبة هذه كلها فقدمنا من خلال هذه الأعمال طبعاً بدأنا في التراثي جاءت الكلمة الطيبة بعد هم منفصلة ولكن بثوب جديد صحيح. يعني بعيد عن التراث فقدمنا أعمال جميلة أو أدوار أو شخصيات جميلة وحلقات جميلة الكل قدم الكل ليش؟ لأن مثل ما اكتشف كل يوم أو كل حلقة بتشتغلها بيكون كاركتر غير أو قصة غير لكن مثل ما قلت اي صح هناك لابد انا اقول يعني بالنسبه لي الدور اللي بالنسبه لي شنو قلتي الاقرب لقلبك الاقرب لقلبي اعتقد هو ل سنتول في مسلسل سعدون هو مسلسل سعدون دوري سنتول ليش؟ لان اول مثل ما قلت كان احنا بدينا حلقات التراثيه البيت العود فرجة الاول حزا والدار ومن فلاياويد كلمه طيبه أقدم أدوار متنوعة. يي سعدون بالنسبة لي أنا أتكلم طبعًا دوري في سعدون الدور ذي عمل لي نقلة. كان مختلف. مختلف عمل نقلة من عقب هذه الأدوار اللي قدمت لأن من خلال ذي الأعمال تقدم أدوار وايد. صحيح. لأن مثل ما قلت هي كل يوم قصة غير. نعم أكيد. هذه لا هي تقريبا هذه متصلة مسلسل يعني متصل. قدمته فصارت هذه نقلة بالنسبة لي كأداء وبالنسبة للجمهور يعني الجمهور هنا يعني كان يعرف أحمد مبارك بس صار عند أحمد مبارك شوية صار يعني نقول يعني ها بداية النجومية شوي يعني لأن أنت تحس بنجوميتك من خلال الجمهور أنا أحس كمشاهد أو كمتفرج للمسلسل الدور كان وايد صعب لأن حتى طريقة
الحوارات اللي حواراتك اللي كنت تقولها بلطيفة كانت تتطلب صوت معين، صح، جهد معين، تعبير في الوعي، تعبير في الجسم، فكان في تعب، كان في تعب، صح، فاللي يطالع بعمق بيوصل حق هذه النقطة. فأنا أتوقع الانتقاء التحول أو النقلة هذه جات من كل هالإكسسوارات اللي اشتغلت عليها. يعني أنا يعني لو بعد الحمد لله لأن كان معاي يعني كان شوي وايد سهل علي الأمور الأستاذ أحمد يعقوب المقلم مخرج العمل طبعًا أستاذ. وايد سهل علي لأنه هو مثل ما تقولين معلم في يعني لما تشتغلين معاه تحسين فيه يعني مخرج ومعلم، فوايد ساعدني بعد عشان أطلع بالصورة هذه أنا يعني من خلال الشخصية. صارت عقب بعد يعني قدمت أدوار وقدم صارت عندي نقلة ثانية أنا، بس دي النقلة الأولى أنا طبعًا. النقلة الثانية كانت في نيران رشود فهذه صارت نوع النقلة الثانية مثل ما تقولين. بس ليش؟ لأن بداية مثل ما تقولين شوية قالت أحمد مبارك، إحنا ما نقول النجومية بعد نقول الشهرة بداية يعني صارت. شنو ينقصنا الحين عشان نشوف سعدون مرة أخرى؟ أنا ما أقصد عن سعدون شخصية، لا شخصية لا, لا, لا نفس العمل مرة أخرى، نيران مرة أخرى، فرجان الأول مرة أخرى، إنتاج 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 طبعًا. الحين أكيد يعني كل الإنتاج يمكن الحين يعني تطلب طبعًا أكيد الإنتاج يمكن ميزانية ضخمة وذي، ولكن المفروض تكون موجود الميزان لأن الحين كشركات خاصة قاعدة تنتج أعمال. إنزين ليش العمل التراثي ذاك الوقت كان طعمه غير عن الحين بلطيفة بعد الإنتاج، ولا في شيء أنا أحسه كان موجود قبل الحين مفقود؟ والله هو احنا نقول الانتاج لهذه الاعمال الكتابة النصوص موجوده انا اتوقع، بس صار الله يسلمك يعني قبل لما كان ينتج الاعمال تنتج الاعمال التراثيه كانت تصير بحذافيرها من ديكور من ملابس من وفي وخليه فيه هناك من اللي يسمونه من البشر الحين يعني يحاولون يسوون تراثي ولكن يقللون الميزانية تكون زي. فإذا أنت قللت الميزانية معناته بت عملي صار فقير. إيه بصير فقير يعني أنت بت عبارة في أشياء بتستغنى عنها وأشياء محدودة تستغنى بس بتأخذ أشياء محدودة إكسسوارات. لكن غير من الأعمال القبلية كان فيها الفرقة فرقة البحرين قيادة الأستاذ الكبير جاسم الحربان والشباب كلهم كانوا لهم طعم الفرقة لها تأثير في العمل. صحيح. بعد في العمل الحين ما في حد اللوحات الراقصة في الأعمال كانت كلها قائمة على الفرق صحيح. الحين هنا يقول لك أنا بسوي لكن بستغني عن كذا بستغني على أساس الميزانية. هذه شوي يعني في أشياء العين تحب تشوف شيء المليان والمتروس. الحين صاروا يستغنون عن هذه الأشياء فكم ميزانية. شفناك بلطيفة في كذا حملة إعلانية، طبعا المشاركات مالتك ضخمة ما تشوفها أنا صغيرة أو محدودة. إذا بلطيفة يحب أن يكون في إعلان، شنو نوع الإعلان اللي يحب يكون موجود فيه؟ عندك شروط معينة؟ والله لا يعني مو بشروطية معينة. أول شيء أنا بالنسبة لي أنا شخصياً في التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا. أنا ضعيف شوي مني، أنا مقصر، وأنا نقول ضعيف يمكن مقصر أنا، لكن أنا لما أشتغل لجهة إعلان لجهة معينة هم بروحهم يعني ينشرونه وينتشر هذا الإعلان. ونحب نشوفك إحنا في إعلاناتهم. أحب كذي يعني لما صرت أنا عندي شو اسمه صرت الحين في الانستغرام صار عندي فترة ترى مو طويلة يمكن سنة ونص سنة وشوي تقريبا شوية. يعني تميت أحب أن أشوف أعمالي في توثق هذه الأمور. فالإعلانات يعني أنا إذا بشتغل يعني أحب أشتغل مثلا يعني جهات رسمية، جهات لها اسم، صحيح، بنوك مثلا يعني باعتبار إيه؟ انا اشتغلت مثلا الفني بلطيفة اكيد، وخصوصا يعني هم مثلا الجهة هذه ما بتي حق الشخص او حق الفنان ان بتقول له احنا نبيك تسوي لنا اعلان او تشتغل معانا في اعلان، الا هم عارفين من هذا الشخص، صحيح، شنو الشخص ومكانة هذا الشخص، اكيد اختاروا
فأنا بعد يعني وهذه الإعلانات هي تنتشر انتشار أزيد. صحيح. يعني أنت مع ولكن مع الاختيار الصحيح. مع الاختيار الصحيح طبعاً جميل. مو أي شيء أقعد أقدم. الحركة المسرحية في البحرين شلون شوفها الحين بلطيفة؟ ما أن أنت بدايتك إيه؟ أول عمل لك في 91 كان مسرح. مسرح بالذات إيه؟ بديت المسرح بديت وذي بديت عقب بدايات الصح بعد الصح الفعلية كانت مع مسرح حوال واللي أنا حين عضو يعني فيه في, نعم. في مسرح حوال بس يعني ما أدري الفترة الأخيرية يمكن بعد مو من قريب لا من بعيد شوي الحركة المسرحية عندنا خفتت نوعا ما ليش بعد معناه أنا يمكن في الوسط الفني بتسأليني شلون ما تدري أقول ما أدري والله هل يعني ما أدري هل يعني تحس في يعني يمكن الأفكار لا الإنتاج لا إنتاج موجود إذا ذي الوجوه المسرحية الوجوه المسرحية النجوم موجودين الممثلين موجودين النصوص موجودة إذن الأقبال الخشبة خشبة أهم شيء يا الخشبة يعني ما في ستيج شو في مسرح يعني إحنا يمكن إحنا بالنسبة كلا عندنا خشبة واحدة ومو بفرغة كاملة حق مثلا إحنا كم فرقة مسرحية أهلية أقصد يمكن 5 أعتقد بالإضافة خشبة الأول كان كثرة رقمنا على المدارس كانوا يعرضون على المسارة على المدارس صالات المدارس يعرضون من جد أنت حق خذيل اللي قبل 90 ونازل كلها مدارس مسرح الجفير رقمنا مسرح الجفير متواضع صحيح. بعض الأندية إيه؟ بس الحين الجمهور ما يروح على مدرسة الجمهور يبي تكييف يبي مدرج يبي كراسي مريحة صحيح الأول كراسي بلاستيك كراسي خشب وما في مدرج وحتى الخشب متواضعة مو مهيئة بس رغم ذلك كان غزير الإنتاج المسرحي كان في إقبال وناس تروح وهو قاعد شنو على كرسي خشب أبداً مو مريح مو بمريح وبيقعد له 2.5 ساعة على اللي والصالة مو مدرجة يعني لو واحد طويل يذي ما بيشوف شيء يا بتاك بتاش بس كناك سبرينج يا طالب والله ولكن قاعد الناس تروح صح إيه الحين ما عاد وما عادت المدارس بعد فيه ولا عادت المسارح بعد المدارس بعد الحين يعني مثلا يعني شوي التعاون شوي ممكن هم معذورين لأن يستقلون الصالات حق أشياء ثانية الحين تحس التكنولوجيا لها دور يعني الحين حتى المسرحيات صرنا نشوفها في المنصات شاهد وغيره إيه؟ من المنصات لا والله إذا في خشبة وفي صالة وفي عرض حلو لا الناس بتروح يعني إحنا نقيسه إحنا خلنا نحن من الأعمال اللي قدمونها المسارح الأهلية لابد هناك لها معايير معينة ولا لكن تشوفي الأقبال الحين لما إحنا نقدم مسرحيات في العيد مثلاً الأعياد إيه؟ لا الجمهور وإقبال رهيب رغم أن قلت الصلاة بعد الصلاة متواضعة جدا يعني أنت بتي المنتج بيجي بالخشبة بركبها بسوي ذي معناته إذا ركبت خشبة معناته مو مهيئة الخشبة هي يعني تكون مهيئة من كل النواحي كنت تغني في مسرحياتك بلطيفة؟ لا يعني ما يمكن مسرحي مسرحتين لأن أنا دائما إذا تين فكرة إن أغني أخاف ليش أخاف يعني أقمض أغني ولا الصالة خالية في السيارة تغني في البيت تغني في السيارة بس آخذ راحتي إذا بروحي أو إذا وعلي حمالة الأسية لطيفة وياي تستحملني يعني وإذا أنا معاك نغني لا باقي القصة صعبة غني لطيفة غنية واحدة أنا وأنت بنتشارك أنا غني من زين صوتي عطيتك هم الآخر لا 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 سندريلا راضية فيها بس أم كلثوم لا أنا لا سندريلا الحين بعد بقول لك بعد بالذات الأيام ذي يعني الحين المغنين اللي ينجح من مثلا يا صوتي حلو وإذا مو بصوتي حلو على الأقل وهي حلو يعني أنت بينجح. شكلك حلو وإحنا نحبك وعندك الكريم وخفة الدم وشخص محبوب موجود هنا والكل كلهم موجودين يبون يسمعون صوتك الله حياك ولطيفة الملعب ملعبة مسرح ولا ميكروفون ولا أي أنا وياك والله أنا وياك شعر كنا يضحك مستانس يا مستعد مستعد الشاعر أغني لا أنا معك والله أنا متعود أقول قصص أقول يعني أنا بقول شعر شوية كذي لكن غنية غني إيه أوكي حصل غنية والله وأنا هنا غني أعطوني الميكروفون يلا أوه
هناك اروح يعني؟ اي حياك. لا لا اي اي صارت هني صار الصج عيال، صارت الصجيه. كل اللي يوده والمايك ما هدوه. واقف على على بابكم والهان ومزين، اسال عن اللي سال محبوب الصغير. ولطيفة شلون علاقتك مع الأكل؟ والله الأكل ربع صراحة. الحمد لله. إيه ربع. هالفترة. ها؟ تأكل. هالفترة يعني مخفف شوية. شوي مخفف يعني، لأن يقولوا لي ها ترى شوية وبعد يعني رشاقة زينة. رشاقة زينة. زينة. نعم أكيد رشاقة. بس شو تفضل أنت مثلاً؟ اللحم، الدياي، السمك. والله أنا طبعاً هو رقم واحد السمك. رقم واحد السمك يعني هالدياي اللحم، لكن ما كذا رقم واحد السمك. تطبخ ولطيفة؟ لا لا اي والله لا. علاقتك مع المطبخ سيئه، مع الاكل زينه. مع الاكل زينه. مع المطبخ أنا لا. اتوقع يعني لو يسوون استفتاء اكثر احلى واحد او اكثر واحد نمبر اكل. ها اي نمبر اي. الله ان شاء الله في صحه وعافيه. الله يسلمك. لا الحمد لله يا الاكل زين، المطبخ الله يسلمك يعني ها خفايف نواشف إيه؟ بسيطه بس يكون كل شيء جاهز. بس حط ذي على ذي. احب اسوي هذي. علمتني علمتني لطيفه وايد مسكينه ذي، بس انا ما ادري. مو مال المطبخ. شو احط لك ولطيفه؟ انا والله يقول العيش العشاء بتحط لك انت عيش مشاوي خفيفه. انزين انت زين سويتي في المشاوي ترى. صدق ايش وزين؟ لان انا يعني شو صدق يعني مخفف يعني. انزين احط لك لحم ودياي؟ انت بتحط لك عيش؟ انا بلا انا بحط لي عيش. اي شو احط لك من هنا؟ انا خلي انا بحط لك. تاخذ راحتك؟ حطي لك انتي. حطيت انا الله يسلمك يتروالي. تسافر بلطيف؟ انت تبين عيش؟ لا والله ما عيش. انا باكل المشاوي وحماص. تسافر؟ انا افاك انا اسافر للحاجه يعني اذا عندي شو يسمونه يعني يعني شغله معينه. اي غلط واسافر وذيات فتره فاتي فتره وايد يصير ورا بعض شغلات شيء كذي وتي ايام لا بس يخفض اخفض يعني تقريبا. انا لان مو من هواة السفر، يمكن العيال من العيال يمكن يحبون سوى اكثر مني انا. لكن انا مثل البلد انا احب الاردن وايد. الاردن وايد لان الاردن انا وايد يمكن اكثر يعني بلد سافرت رحت عشت فيها. يمكن انا يمكن بدايه حياتي في الشغل يمكن راسا الاردن رحت دورات سنتين تقريبا. عقبها كنت اسولف حق المطيفة عن الثلج ايام اربع سنوات تقريبا فمرت علينا اجواء بعدين فقالت ابا اشوف الثلج. رحنا في موسم الثلج عقبها عيالي بناتي لطيفه وشيخه وديتهم ادرسوا اي سبع سنوات تقريبا اعتقد يمكن هناك تمو. طبعا راحت لطيفه اول شيء عقبها راحت شيخه درسوا هناك درست لطيفه. انت اقترحت عليهم الاردن؟ لا هم قدموا وهم يبون هم لان طب لطيفه طب وجراحه اسنان ما شاء الله. اي الله يسلمك هي اختارت تبي يعني التكنو هناك في اربد القويه الجامعه. عقبها راحت شيخه وياها في نفس الجامعة علوم جنائية ما شاء الله. درست هناك فصارت الزيارات وايد هناك أنا ومنطيفة وبنتي دانة نروح لهم طبعا في الأعياد. شو علاقتك ببناتك بلطيفة؟ جميلة حلوة الحمد لله حلوة طبعا سؤالت نناقش انت قشمر في أحسهم مثلي لكن مع الشيخة يعني يمكن لطيفة شوية نوعا ما متحفظة دانة متحفظة شيخة أحمد مبارك قاعد معاه شيخ أحمد مبارك قاعد معاه. لا صدق طبعًا اجتماعيين لطيفة ودانة بس مو يعني الأخ والعطاء أو لازم مو أحمد مبارك يعني
شيخه تقولين انا قاعد مع احمد مبارك. عجيب. اي ودراسته ما شاء الله مثل ما درست في الاردن العلوم الجنائيه هناك وذي، لكن تحسي وما شاء الله مثقفه تكتب، حتى لطيفه ما شاء الله يكتبون شعر خواطر ما شاء الله. اي بس في الاجواء في يعني في جسمه في القشمره والسوالف شيخه ما شاء الله عليه. اي ابي اسالك سؤال ولطيفه، في فنانين تنعرض عليهم ادوار قد يوافق بس مجرد انه هو يعني يبي يشتغل او موقف فتره طويله ويبي يرجع للساحه، وفي فنانين لا شويه صعبين في الاختيار، يقرون ويقررون ويدققون ويسالون. انعرض عليك دور وما كان عاجبك وخدته وبعدين انت لمعت فيه قلت الحمد لله ان ذي اللي ما كان عاجبني انا خدته، يعني صار العكس مع غيرك؟ هو لا مو انما ما اخذته حساس ما عجبني، هو في دور نرجع حق سنتول اللي يسعدون كنت خايف منه. واتصلت بالاستاذ احمد يعقوب الله يذكره بالخير واعتذرت عن العمل، قلت له استاذ اسف ليش مو بعاجبك؟ قلت له لا عجبني خايف منه. قال انا بيك انت، حتى قال لي بالحرف الواحد، قال اسمع احمد انا ترى في ممثلين كبار يبون الدور ذي، ما موجودين في العمل بس يبون ذي الدور، بس انا اقول انت، وطالما انت خايف انا اقول لك بعد انت، صك التليفون ويلا روح البيت. وفي الليل اتذكر متردد حتى اسوق سياره وقفت على بر واتصلت حق الاستاذ احمد يعقوب قلت له كذي خاف واعتذر ما رضى. ولما عرض العمل ونجح الشخصيه نجحت نجاح باهر قلت الحمد لله الحمد لله ما رفضت، الحمد لله ما وافق استاذ احمد، ما وافق على اعتذاري. اي بالضبط. إيه؟ على عدم قبولك للشخصيه. سبحان الله ساعات تصير في اشياء نشوفها احنا من منظورنا نعتقد انها هي ما تناسبنا. نعم. فيك شخص يقول لك لا انت قدها، لان انت ما قاعد تشوف نفسك، ما حطيت صح. امام نفسك إيه؟ إيه؟ نعم. تشوف قدراتك. قد يكون خوف من المجتمع، ردة فعل الناس، ساعات الواحد مثلا ما تكون عنده ثقة في قدراته، بس لما يصير العكس احس ذا الشيء يعطيك دافع انك تسوي الاكثر في المراحل الجايه. بالضبط هذه درس اساس قبل استعجل او ان ما اخاف صح، يعني أو قبل أعرف أعتذر عن بالنسبة للشباب عن خوف أو بعجمي لازم أدرس الموضوع صح ما أستعجل. أنا يمكن من قريت صدشني الخوف على طول لك بعتذر، لكن الأستاذ أحمد عيوب لا نظرة يعني الحمد لله الحمد لله أنه ما سمع كلامك وما عطاك مجال تنسحب. الحمد لله. نكمل أكلنا أبو لطيفة. يلا أكلنا. لطيفة شكر لك انت على كل شيء والله. انا شكرك قبل الشكرين. لا لا تقول كذي. انا شكرك على الدعوه. انا صح لبيت الدعوه، لكن لبيت الدعوه واقول الحمد لله اللي لبيته، لان جدا استمتعت. شكرا على الاكل الحلو الاكل الجميل، شكرا على اللقاء الحلو الكلام الجميل، وان شاء الله يا رب ان شاء الله تطلع حلقه ان شاء الله مميزه. انا متاكده من هذا الشيء ابو لطيفة، دائما القعده وياك ما فيها رسميه، فيها جو عائلي جميل. يعني انا من كم سنه الحين ما شفتك، كني شايفتك امس. صح صح. لقاء حلو وسوالفك حلوه ما ينمل منك. انت دائما لقاءاتك حلوه وخفيفه، ليش؟ لان الاسلوب اللي يقدم به او اللي انت تقدمين به احنا اللي نحبه، احنا اللي نقول احنا ان شاء الله يكون كذي، اللي ما في تكلف طبعا. شهاده اعتز فيها من نجم قدير. الله يخليك وعليك جود اخويتي. انا دائما اقول لما ساعات عندي اختي وزميلتي وصديقتي
الأستاذة منى فيروز، نوجه لها تحية أكيد. دائما لما أمشي في مكان والله شيء ونروح مكان يعني فعالية أو شيء أقول لهم إحنا اللي بتشوفني مو يقول أتوام أنا منى، وتتعرفي منى الحين أنا بقول لهم أنتوا يعني الجمهور إن شاء الله ما يتقلفط بيني وبينك، إحنا أتوام بس أنت النسخة الأحلى. الله العظيم أحلى بروحك وبأخلاقك وبضحكتك وبشاشتك يا أبو لطيفة. ما عليك زود إخوتي، وأنا جدا سعيد وكل الشكر لك. ما راح نقول الوداع، لا إلى اللقاء بإذن الله إن شاء الله. سلمك يا أبو لطيفة، يلا استأذن. شكرا لك يا أبو لطيفة، شكرا لك، شكرا لكم، شكرا على الدعوة. مع السلامة. مع السلامة، ما وصلك يا أبو لطيفة. شكرا لك. شكرا. هلا باللي نفاني يا هلا با، على دقات قلبي في غيابه. هلا باللي بعاد وشون يا با، عليم الله قلبي ما سخابه، عليم الله قلبي ما سخابه. وهلا باللي نفاني يا هلا با، على دقات قلبي في غيابه. هلا باللي بعاد وشوق يا بيه، عليم الله قلبي ما صخابه، عليم الله قلبي ما صخابه.